أضف كوب من حليب جوز الهند إلى 8 كوب من شراب القيقب وسخنها على نار هادئة. سخنها إلى أن يبدأ البخار بالظهور. الآن تحتاج إلى 57 جرام من الشوكولاتة الفيكن البيضاء مقطعة إلى قطع صغيرة. صب خليط الحليب الساخن فوقها، خلط المزيج وغطي عليه واتركه على جنب إلى حين استخدامه لاحقاً. في هذه الأثناء نقوم بطبخ معلقة صغيرة من الأجار أجار مع معلقة وربع صغيرة من بودرة الشاي الماتشا وملعقتين ونصف كبيرتين من الماء. نخلط المزيج جيدا إلى أن يتجانس. عندما يبدأ بالغليان نضيف ملعقة كبيرة أخرى من الماء. نغلي المزيج لمدة دقيقة إلى دقيقتين لتفعيل عمل أجار أجار. نصبه فوق مزيج حليب جوز الهند. نخلطه بالخلاط إلى أن يتجانس تماماً. نصبه في صحون التقديم ونضعه بالثلاجة إلى أن يجمد. وصحتين.